يصب العديد من المشروعات القومية لصالح جهود التنمية في سيناء، سواء من خلال التنمية العمرانية أو على الصعيد الاقتصادي من خلال مشروع قناة السويس الجديدة وما يرتبط به من مشروعات لتنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة لشبكة الطرق القومية ومشروعات التنمية في مجالات التعدين والزراعة وتنمية الثروة السمكية. ستظل مصر بشعبها العظيم عزيزة أبية، مصدر فخر لأبنائها ويد عون لأمتها العربية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اهلا بيكم. انا قلت لكم استنونا بعد الفاصل، هيبقى في كلام مهم جدا وعظيم جدا ومن النوع اللي يعجبك. طب تعالى نحط كده مع بعض، هو سطر واحد لهذه المقدمه: تحرير سيناء وتخلصها من انياب ارهاب اراد الفتك بيها، مش بس الاستيلاء عليها والفتك بمصر بكاملها، ده اللي عملته مصر. ثم ذهبت فورا الى مساله التعمير، من تحرير إلى تعمير. خلوني أرحب بضيفي الجميل الرائع العظيم الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، منورنا. مرحبا. عامل إيه؟ سلام مشاهدينا، الحمد لله. يمكن إحنا العنوان الرئيسي بتاعنا من التحرير إلى التعمير، وإحنا بنفكر مع بعض بمنظور الاقتصاد السياسي عملية تحرير سيناء من هذا الإرهاب ذهابا إلى عمليات تعمير، مش إعمار سيناء، التعمير بمعناها الشامل، تشوفها إزاي؟ اولا يعني جزء مهم جدا من الارض المصريه كان مفقود، ولما استرد يعني كان في تباطؤ شديد جدا في يعني ربطه بالوطن ونشر التنميه فيه، وخلينا نقول ان هو يعني كان تباطؤ، ما كانش في تعمد في الترك او كده. لكن الوضع الحالي بقى الاداره الموجوده حاليا حبت تغير هذا الوضع بالكامل، ومش بس بتحاول تعمر سيناء، ده بتحاول زي ما بيقولوا كده تطبع الحياه في سيناء، تخلي الحياه في سيناء زي الحياه في القاهره بالظبط كده. وبالتالي هتلاقي حضرتك انه في نظره مختلفه تماما لسيناء، يعني بدل ما بينظر لسيناء على انها منطقه نائيه او منطقه بعيده او منطقه صحراويه، الاداره المصريه عاوزه تغير هذه النظره كليه، عاوزه تقلب سيناء الى ان هي يعني ايه يعني مرتبطه بالارض المصريه بدون اي فواصل، يعني الفواصل الطبيعيه اللي يعني اللي اتعملت بعد كده قناه السويس عملتها وكده، يعني عاوزه تلغيها. ومن هنا هتلاقي حضرتك انه في ربط شامل بين الارض بين البر الرئيسي المصري وبين شبه جزيره سيناء بكل السبل. مش بس كده بقى، حضرتك هتلاقي مشروعات التنميه واخده سيناء من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وربطها كل الربطه دي بالبر المصري. وعشان كده هتلاقي حضرتك انه المشروعات طايله كل حاجه: تعليم، ثقافه، صحه، مواصلات طبعا، يعني زراعه، صناعه. وانا ممكن اعدد لحضرتك بقى عشرات المشروعات يعني اللي اتعملت في سيناء خلال الفتره اللي فاتت دي، واللي كانت سيناء محرومه منها لفترات طويله جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا بنقول ان التنميه لا تصل الى الاطراف، مش بس سيناء لوحدها، اطراف الدوله المصريه كلها. تلاقي مثلا الجنوب مفيش فيه تنميه، الشرق مفيش فيه تنميه، الغرب مفيش فيه تنميه، التنميه منصبه على الداخل او على المناطق المركزيه في مصر يعني، وترك الاطراف. عشان كده تلاقي حضرتك فيه هجره من الاطراف للمركز. طب احنا دلوقتي عاوزين بقى نعيد توزيع هذا التركز، يعني هتلاقي حضرتك ان الدوله المصريه هدفها كله ان هي توزع، تعيد توزيع المصريين. عشان كده بتعمل 24 مدينه دلوقتي، ومستهدفه تعمل كمان 8 مدن تانيين، عندنا 32 مدينه المفروض يكونوا جاهزين يعني في حدود 20-30. جزء كبير جدا من هذه التنميه بيستهدف سيناء، وبيستهدف سيناء عن عمد. هتلاقي مثلا حضرتك مثلا في التعليم، هتلاقي حضرتك ان في مدارس عامه اتعملت، مدارس يابانيه، مدارس دوليه اللي هي المدارس الدوليه الرسميه، دي مدارس حكوميه علشان تغطي كل الفئات، كل فئات الطلبه في سيناء. هتلاقي حضرتك مراكز ثقافه، مراكز ثقافه، نوادي وخلافه. هتلاقي حضرتك مستشفيات عامه اللي هي عندها كل التخصصات، مستشفيات تخصصيه. وهتلاقي حضرتك كمان انديه، وهتلاقي حضرتك
حضرتك الزراعه بتوسع بشكل كبير جدا، ربط بقى لسينا سواء بالانفاق او سواء بالطرق، ربط بين المواني في سينا والمواني اللي بره الرئيسي، يعني مثلا حضرتك مينا العريش بيرتبط بمينا بورسعيد بطريق، والطريق ده مكمل لغايه مطروح الطريق الدولي الساحلي، هتلاقي حضرتك في ربط طولي ما بين العين السخنه وبورسعيد بيمتد لاحقا، يعني هيمتد لداخل سينا. الانفاق اللي اتعملت، المطارات 6 مواني بيشتغلوا فيهم في الأقل الاقتصادية لقناة السويس دلوقتي، منهم يعني 4 أو 5 منهم جوه سيناء، وهكذا. في قصد ونية وعزم أكيد على زي ما قلت لحضرتك كده تطبيع الحياة في سيناء، بحيث إن المواطن في سيناء يبقى أكنه قاعد في القاهرة، أكنه قاعد في كفر الشيخ، أكنه قاعد في المنصورة، أكنه قاعد في أسيوط، مفيش فرق. وده يعني مش بس مكلف، ده مكلف وعاوز يعني إرادة سياسية ضخمة جدا، لأنه زي ما حضرتك عارف أصلا سينا كان يعني بيحكم التنمية فيها اتفاقية السلام بتاعت مصر وإسرائيل، وهذه الاتفاقية كانت إلى يعني إلى حد ما بتخلي خطوات الإدارة المصرية يعني أو الحكومات المصرية تبقى يعني بطيئة. جت الإدارة المصرية غيرت الوضع تماما بقى من أول نقطة كده، نقطة ومن أول السطر بدأ يا جماعة من جديد خالص كل الكلام بتاعنا دوت. إذا كنتوا أنتوا خايفين، يعني العالم كله خايف من موجات إرهاب، خايف من نمو للإرهاب بقى سواء في سيناء أو في غيرها في الشرق الأوسط كله، فهو إحنا عشان نوقف ده لازم يكون في تنمية، في تنمية يعني تسيبنا اشتغل بقى براحتي في كل حته. عشان كده حصل التغير المحوري اللي حضرتك شايفه دلوقتي دوت، واللي الناس كلها بتتكلم عنه، واللي على فكره كل خطوه فيه بتتهاجم. يعني مثلا تلاقي مثلا انت مثلا راح تبني مدينه جديده فيقول لك انت بتهجر السكان، راح تبني مينا جديده فيقول لك انت بتسطو على ممتلكات السكان. يا جماعه انا بعمل جديد، وبالتالي فتلاقي ان كل خطوه الدوله المصريه بتاخدها بتلاقي قدامها خطوه تانية من الجانب الاخر، يعني اللي عاوز المنطقه تفضل فاضيه ومفيش فيها سكان ومش متعمره ومطروقه للاهمال ومطروقه للفقر، بيواجهك مواجهه مباشره، وبيحطك قدام الميديا العالميه في يعني صراع شرعيه. يعني يا جماعه انت بتهجر، يا جماعه انا ببني، لا انت بتهجر، انا بعمر، لا انت بتدمر، وهكذا. عشان كده مثلا تلاقي مثلا حاجه زي مثلا يعني عاوز امنع التهريب، فبعمل بعمل بعمل سور فوق وسور تحت، فيقول لك انت بتمشي السكان من المنطقه. يا جماعه دي منطقه حدوديه، يعني عليها عمليات تهريب بشكل بشر وسلاح ومخدرات وكل انواع التهريب. عاوز اوقف التهريب ده؟ لا ما توقفش، خلي التهريب شغال. ليه التهريب؟ طول ما التهريب شغال طول ما فيش تنميه، في ناس عندها مستفيده من انعدام الامن وغيابه، ومن يعني وجود المال السهل دوت، فبالتالي عمر ما تحصل تنميه لو الناس دي موجوده. لا هم عاوزين يفضلوا موجودين. طب انا عاوز اوقف الموضوع عشان ابدا اعمل تنميه طبيعيه، لا ما تعملش. تلاقي بقى بيتكلمك عن انك بتهد بيوت وبتهجر وهكذا. طب طيب. خلاص ده خليني هسال على اهميه خلق كتل مدنية ومتمدنة متحضرة فيها الصناعي الزراعي التجاري اللوجستي لو صح التعبير، واقتصاد المواني وما إلى ذلك. أهمية ده جوه سيناء بالتحديد إيه؟ سواء إذا كان لبقية القطر المصري أو لبقية الظهير على الناحية الأخرى، أي منطقة المشرق العربي بكامله. طيب اولا يعني الناس بتوع الاستراتيجيه وبتوع الامن القومي بيقول لك انه مصر عمرها ما غزيت من اي مكان غير الشرق. يعني على مر تاريخ مصر وعلى عدد المرات اللي تعرضت مصر فيها للغزوات، ما فيش مره جالنا هجمه من الغرب، يعني كل المرات من الشرق. عندنا كان هجمه من الشمال كده اللي هي الاسكندر كده، لكن حتى الاسكندر كان جاي برضه من الشرق، وهكذا. يعني دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه سينا غنيه جدا بالموارد، وسينا هي المتنفس الطبيعي للنمو المصري. كنت اتكلمت حضرتك قبل كده على ما يطلق عليه بيع الموقع، موقع مصر مهم للغايه، وجزء من اهميته ده ان هي الرابط ما بين اسيا وافريقيا، والربط الكبير دوت بيخليها يبقى عندها موقع فريد بقى، سواء على قناه السويس اللي يعني قناه الموقعين اللي على قناه السويس سواء شرق القناه او غربها، الاثنين دول مصر بتستثمر فيهم بشكل قوي لغايه دلوقتي علشان تعمل ما يطلق عليه
مشروع مصر للتحول لمركز عالمي لتداول الحاويات او مركز لوجستي عالمي. هتلاقي حضرتك انه القناه شقه يعني الجزء ما بين سيناء وما بين البر المصري. هتلاقي حضرتك الجهه دي العاصمه الاداريه الجديده وامتدادها بقى لغايه القناه. صح. والجهه الثانيه امتداد لوجستي لهذه القناه. هتلاقي حضرتك عندنا ميناء الطور، هتلاقي حضرتك عندنا ميناء شرق بورسعيد، هتلاقي حضرتك المواني الجديده كلها مصر بتجهزها دلوقتي عشان تبقى مركز لوجستي لتداول، مركز عالمي للحبوب اللي كان اللي كانت روسيا بتتكلم عنه، مركز عالمي للتصنيع علشان بدل ما الشرق بيصنع وبعدين ينقل للغرب، ويعني يعني بياخد موارد من افريقيا ينقلها الصين وبعدين نجيب من الصين تاني نودي الغرب. لا، دلوقتي مصر عاوزه تعمل مركز صناعي عالمي في المنطقه دي بحيث انه يجري فيه تجميع هذه الصناعات، بدل ما انا رايح شمال ورايح يمين، لا احنا عندنا مكان في النص هنا يا جماعه الناس كلها تشتغل فيه. اخلي الصين والهند عندي، واخلي الشمال او تحديدا الجنوب الاوروبي ووسط اوروبا برضو عندي. وده لاقي صدى كبير جدا دلوقتي بسبب حاجه جديده بتحصل في العالم اسمها الفريند شورينج او التصنيع رضا الاصدقاء. الناس عاوزه تهرب من الخلاف ما بين الغرب وما بين الصين، دلوقتي عاوزين يروحوا منطقه يعني يكون فيها هدوء، ما فيش فيها يعني هذا الشد والجذب بين بين الغرب وبين الشرق، يعني منطقه ما عندهاش انحياز لاي الطرفين، وبالتالي عاوزين يركزوا صناعاتهم في دول بقى زي مصر زي الهند اللي عندهم علاقات ما بين الشرق والغرب كويسه. ما عندهمش مشاكل مع حد، وعلشان كده الهند في الشرق في اقصى الشرق. طب مصر هتلاقي حضرتك عندها بقى الميزه دي ان هي متوسطه بين المكانين، وبالتالي سينا رائعه في الموضوع ده تماما. غير بقى كده اصلا انه سينا فيها رمال بيضاء، سينا فيها موارد طبيعيه ضخمه للغايه كمان. مش بس كده، ده يعني المنتجعات المصريه الاساسيه اللي بتجذب السياح هي في سينا زي ما حضرتك عارف. طبعا السياحه الشاطئيه كلها اساسها موجود في سينا، سواء في شرم الشيخ او الغردقه او خلافه يعني. وبالتالي الاهميه الاقتصاديه لسينا ضخمه للغايه، فضلا عن اهميتها الاستراتيجيه اللي زي ما حضرتك هي خط الدفاع الاول. كل ما انت بقى نقلت يعني لولا قدر الله حصل يعني اي تعرض في اي يوم من الايام لاي نوع من انواع الغزو، يعني كل ما انت نقلت المعركه بعيدا عن اللب الصلب للدوله المصريه وخليت خطوطك الدفاع قدام بقى، ومش خطوط دفاع قصدي خطوط دفاع عسكريه، خطوط دفاع بشريه، خطوط دفاع انسانيه. عارف حضرتك ايه؟ لو انت فاضي، لو يعني مثلا الحرب صعبه في اوكرانيا ليه؟ لانه اوكرانيا كلها مدن، فالروس مثلا هم داخلين بياخدوا، فالتقدم فيها لازم هيبقى بطيء. بس كده، غير لما انت بتدخل بتعدي على الرمله مفيش حد بيوقفك، مساحات مفتوحه قدامك بتمشي فيها، غير لما تكون هتاخد بقى هتحارب على كل متر سنتي بسنتي، بلد ببلد، دوله قصدي مدينه بمدينه، وهكذا. يبقى في نوع من انواع المقاومه الشعبيه قبل اصلا انت لسه ما شفتش الجيش اصلا اللي هيحاربك هو فين، انت بتقابل ناس اصلا الاول. خبر حضرتك ازاي كده؟ فالاهميه يعني انا مش محتاج اقعد اتكلم اصلا عن اهميه سينا، مصريين كلهم عارفينها، واحنا دمنا هناك يعني، دمنا يعني حررناها بدمنا وبننميها بدمنا. وقبل ما تتنمى يعني قبل ما يحصل فيها التنميه دي كان لازم يحصل فيها يعني عارف حضرتك زي ما يكون كده ايه، انت بتسوي الملعب، ملعب بقاله سنين ما تلعبش فيه كوره، النجيله فيه بقت مش مشذبه ولا مهذبه كده، فانت عاوز بقى تدخل الاول. عشان كده كان لازم يحصل فيه العمليه الشامله في سينا عشان تنظف المكان من تجاره المخدرات وتجاره السلاح والارهابيين وهكذا، بحيث انه يكون فيه يعني عدم مقاومه لعمليات الاصلاح، ويكون في عدم مقاومه للتنميه اللي هتحصل. لانه طول ما انت عندك الناس دي موجوده، طول ما انت عمليات الاصلاح هتبقى يعني مش مظبوطه، لانه ده في عكس مصلحتهم. اي تعليم عمره ما يبقى، عمر الارهابي يحب التعليم ابدا، عمر الارهابي يحب المصانع، لانك بتخلق مكان يعني يشتغل فيه الراجل مش محتاج لك، وعمر طول ما انت بتنوره عمرك مع عمر ما المواطن ده يروح يبقى يعني يشيل السلاح ضد الدوله اذا كان شايف وفاهم وواعي. وفي نفس الوقت زي انت خلقت له مصدر الرزق الحلال الشرعي، عمر ما يروح لمصدر رزق غير طبيعي الا في الاحوال يعني الاستثنائيه وهكذا. فبالتالي وجود الناس دي طول ما هو يعني وجود القوة الظلاميه دي طول ما هو مسيطر على المكان انت ما تقدرش تعمل عمليه تنميه. عشان كده كان لازم الاول يحصل عمليات كبيره يضيع فيها يعني 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 دم يعني انقى الدماء المصريه يعني علشان تبدا تسوي الملعب وتظبطه.
طيب من الجغرافيا السياسية تحصل انعكاسات على الاقتصاد السياسي طول الوقت، طبعا بطبيعة الحال في مسألة الأوضاع السياسية والأمنية داخل البلد بشكل عام بتبقى ماشية ازاي وما إلى ذلك. هاخد الجغرافيا السياسية واروح عكسها على منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وسيناء. لو أنا حطيت سؤال يبدو يعني ليه كده بريق إعلامي، هل من منافس مدى تنافسية المنطقة دي؟ حضرتك بتتكلم على التنافس مع قناة السويس يعني؟ طيب هو بداية كده لغاية وأنا بكلم حضرتك دلوقتي ليس من منافس لقناة السويس، وأقرب المنافسين لقناة السويس لا ينافسها على الجزء الأساسي من التجارة اللي بتمر فيها، بينافسها على يعني أجزاء بسيطة خالص. وأنا بكلم حضرتك دلوقتي في ست مشروعات بتنافس قناة السويس، ست مشروعات يعني أولهم على الإطلاق يعني هي قناة بنما. حضرتك عارف إن حصل في قناة بنما توسعة كبيرة خلت حجم السفن اللي بيمر في القناة والبضائع اللي بتشيلها أكتر. ومع ذلك التغيرات المناخيه اثرت على القناه فقللت بشكل كبير جدا العبور فيها، ودلوقتي الناس كلها بتهرب من قناه بنما وبتيجي. هي قناه بنما اصلا بتنافس قناه السويس ازاي؟ قناه بنما بتنافس قناه السويس على التجاره اللي بتمر من شرق اوروبا الى شرق الولايات المتحده الامريكيه او الى شرق انا اسف الى شرق الـ الى شرق الـ الى الـ الى شرق من عند الصين لحد الولايات المتحده الامريكيه الغرب للشرق من الساحل الغربي الامريكي. ده في طريق واحد، هو الطريق ده اللي بيتنافس مع بنما. وطبعا مع التوسعه اللي حصلت لقناه السويس يعني مع القناه الجديده، القناه الجديده بقت بتوفر نقل اسرع وحموله اعلى بكتير جدا من اللي بتنعمله قناه بنما. وكمان بقى مع التغيرات المناخيه القناه بقت يعني لا يعني ما فيش اي وجه مقارنه بين الاثنين وانا بكلم حضرتك دلوقتي. دي بالنسبه لبنما. عندنا بقى طريقين تانيين بينافسوا قناه السويس في القطب الشمالي. طريق الممر البحر الشمال والممر الجنوب الممر الشرق قصدي الممر الغرب الشمالي، واحد فيهم بيعدي بالسواحل الروسيه في الدائره القطبيه، واحد فيهم بيعدي بالسواحل الكنديه الامريكيه في الدائره القطبيه. والاثنين دول عندهم مشاكل ضخمه للغايه في ان هم اول حاجه دي مياه قطبيه بيتفتح فيها المرور في جزء بس معين من السنه اللي هو الجزء بتاع الصيف اللي هو من يونيو الى من يونيو الى بدايه اغسطس بالنسبه للممر الروسي، ومن يوليو بالنسبه للممر الروسي من يوليو الى اغسطس، وبالنسبه للممر الامريكي الكندي من يونيو الى نهايه يوليو. فبالتالي عندنا شهرين وثلاث شهور بس، ومش بس كده محتاجه لازم يبقى في قوافل بيقودها الاول كاساحات جليد علشان تفتح الطريق وتتلقى الصدمات الجليديه اللي موجوده في وبالتالي التكلفه نفسها باهظه. بس كده باهظه، وبتضطر ان احنا يبقى عندنا قوافل كبيره موجوده. مش بس كده، ده كمان لو انت مريت من قناه السويس بيبقى عندك حاجه اسمها المالتي ستوبس، يعني بتقف في اكتر من ميناء السفينه بتحمل وتنزل كونتينرز او حموله، وبالتالي بيبقى العائد عليها كبير. انت لو خدت الطريق الشمالي ده مفيش مالتي ستوبس، هي ستوب واحده بتحمل حموله واحده بتاخدها من الشرق للغرب. يعني مثلا تطلع من روتردام توصل الى بوسان في كوريا مثلا، هي دي مره واحده. عكس بقى لما تكون مثلا خارج من بوسان جاي قناه السويس، هتقف بقى في دلهي، وهتقف قصدي هتقف في كولكاتا، وهتقف جوادر، وهتقف عمان قصدي في عمان، وهتقف في راس الخيم راس النوره، وهتقف في السويس، وهتقف وهكذا. دول المشكله اللي في طرق بحر الشمال. في ثلاث طرق بريه بتتعمل برضو دلوقتي، اول حاجه القناه الجافه العراقيه، تاني حاجه اسمه طريق الشمال الجنوب، ده طريق هندي ايراني روسي بيربط ما بين الهند وروسيا، وبعدين التجاره تدخل منه الى الشرق الاوروبي او الى اوروبا يعني. ده الطريق الثاني. والطريق الثالث اللي قلنا عنه قريب خالص اللي هو الممر الاقتصادي اللي خارج من الهند الى الامارات العربيه المتحده، المملكه العربيه السعوديه، الاردن، اسرائيل، وبعدين اوروبا. والثلاث طرق دول عندهم مشاكل في ان هم دي طرق بريه. اولا بتعتمد على حاجه اسمها نموذج النقل المتغير، ونموذج النقل المتغير ده احنا في قناه السويس هو بتحط البضاعه على السفينه بتوصل عند اخر محطه ليها على السفينه. في الطرق دي بقى بتعتمد على اول حاجه بحري، وبالتالي انت عمليات شحن وتفريغ مستمره طبعا تكلفتها عاليه جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه تكلفه نقل البضائع على السفن ارخص بمراحل من تكلفه نقلها البريا.
السفينه الواحده لو احنا قلنا ان متوسط حموله السفن يعني دلوقتي 18000 حاويه، اكبر قطر لو احنا قلنا ان هو يعني برضو في المتوسط بياخد 100 حاويه، فانت عاوز 180 قطر عشان نقول حموله سفينه واحده. ده هنتكلم شكل من اشكال الاستحاله اصلا، اه اللي هو ده خد بالك في اتجاه واحد قناه السويس بيعدي فيها 50 سفينه في اليوم الواحد، فانت عاوز بقى اضرب ال 180 اضرب ال 180 قطر دول في 50. فطبعا يعني ايه في استحاله، عشان كده بقول لحضرتك كل الطرق اللي بتحاول تنافس القناه هي طرق بتنافسها على جزء صغير من التجاره، سواء التجاره البينيه بين طرق بين الدول دي اول حاجه، او البضائع اللي محتاجه شحن سريع للغايه. وبالتالي القناه وانا بكلم حضرتك واحنا بنتكلم لغايه دلوقتي ليس لها منافس على الاطلاق، وان كانوا بينافسوها على جزء صغير من اللي بيمر فيها. وبالتالي ده بينعكس فورا على حجم التنميه اللي تبقى موجوده في سيناء، سواء اذا كان على الصعيد التجاري، الشحن، التفريغ، التحميل، التصنيع، التجميع وما الى ذلك. فالتنافسيه بتاعه المنطقه اعلى بكتير جدا من قدرات المشروعات الاخرى. صحيح، طول ما انت عندك مشروع للامام كده فانت عاوز تنمي المنطقه عشان تستغلها يعني وكده. حديث بالنسبه لي اكتر من مهم، اكتر من شيق، اكتر من سلس، اكتر من ممتع، ما بحبش انهيه، بس على راي ناس تانية يقول لك ده همنا الوقت. نورتني وشرفتني، مش عارف اقول لك ايه، كل الشكر ليك على وجودك معانا دايما، سواء اذا كان في التليفون او معانا في الاستوديو. كل الشكر يا دكتور محمد، الف الف شكر ليك. كل الشكر للدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي الكبير والبارز. اسمعوا جيدا لهذا الرجل، عشان الرجل ده بيقول كلام اكاديمي 100%، واضح 100%، مباشر 100% بالمناسبه، ورجل ليس من عشاق تجميل اي معلومه على الاطلاق. خلصت الفقره، لكن لسه في فقره ثانيه هنتكلم فيها على ضوابط لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، وبعدين في 5 درجات للحضور. أوبا، وسلوك بالمرة، يعني الانضباط بقى هنا يبقى على الناحيتين. خلونا نشوف أبرز بنود اللائحة دي وإزاي نقدر نحققها على أرض الواقع، فلا تبقى مجرد لائحة موجودة جوه الكتيبات. والسلام عليكم. هيبقى معانا ضيفنا العزيز الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس. استنونا.